اخر حاجه خدناها المره اللي فاتت عملنا اللغه تمام، وبعد ما دخل عايزين نبدا نغير المنيوهات بتاعتنا، المين يوزر دي، وعملنا حته اللوج اوت والشيرد بريفرنس والكلام ده كله. طيب عايزين نغير، نفتح نوكس فين؟ بقول لك ده بص عايز عندك، طب قول لنا كده، تعالى اكتبه، لا تعالى اكتبه، تعالى اكتبه. عايزين ندي النهارده بقى الماي بروفايل ونخلص الدرور ليست بتاع المنيو، ونعمل نظهر الفروع على الايه؟ على مين؟ ده كلام فاضي ده، اقسم بالله اللي انا بقوله. وبعد كده نقعد معاكم بقى، مين اللي عايزني بعد ما اخلص اسراء؟ والدكتور محمد. بس الاول بس مسطب بيه واحد جربت عندي، انت شايف انهي واحد؟ جربت عندي سته جوجل اكسل سته فوق شويه وكويس؟ سته هنا ولا سته دي تسعه؟ لا سته هو ده كده؟ اي واحد من دول؟ اي واحد من دول كويس، هو سبعه كويس بس هياخد وقت محمد كتير؟ لا 100 وشويه بس 300. طب سيبه بقى النت هنا كويس قوي جدع كويس كويس. امبارح المرة اللي فاتت خليته يحمل نوكس، ده بص ده نوكس شال، انا قلت له حمل جديد معرفش ايه موجودة، ده نوكس ده تلاتة، ده انا لقيت على خليته طيب حمل ستة، قلت له سطبه ممكن هو كده، ما هو ستة حلوة انا سطبته عندي. طيب عايزين تعالى نكمل نبدأ، قلنا أول حاجة عايزين نعمل ماي بروفايل دلوقتي حضرتك هنا، يلا يلا يا دوك، لسه شايفهم حالا بس ما بصيتش عليهم، لسه فاتحهم تحت وانا قاعد تحت والله بس ما بصيتش لسه، هشوفهم لك بعد ما اخلص. عايزين، طب انت الابلكيشن مفتوح عندك؟ شلته؟ لا كويس. احنا اخر مره تم اللوجن والشيرد ريفرنس خلصت مع عمليه اللوجين صح كده؟ طيب ده الابلكيشن بتاعنا. انت بتحط الميرور؟ ايه؟ الميرور ده بتحطه مع كده؟ والله هبدا اجيب لي نقطه ولا الله اعلم اعمل، هو ده؟ ويندوز شير ميرور موبايل ميرور صح؟ اهو بتاع فين؟ ممكن نوصل يوم الاربعاء مفيش شغل عشان عيد ميلاد عفيفي فخدنا على طول بقى سنة طبعا عيد ميلاد هو المفروض نيجي بقى عشان نقول عيد ميلاد ايه؟ لا ما هو الراجل عايز يحتفل لوحده ما احنا موصلينه اهو عايز ايه؟ اسمه ايه؟ ثالث واحد متوصل. لا 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 كونكت هو بيقول لي كونكت. طب ما انا متوصل مش قال عن الناس تجرب ناس ثاني ممكن طبعا هات موبايلك كده بص عايزين ننور الاضاءه يا دكتور نقول اقوى ما تقلقش بص الابلكيشن بتاعنا اهو تمام مصر تمام بلاش مصر
هنكتب هنا كده لازم اكتب بقى بالكيبورد. لا كتبه خلاص. انت ممكن كمان تستخدمه من هنا من الموبايل. كان عندنا يوزر نيم اسمه ايه والباسورد 9 ايه 9 1 4 6 لوجن مي. يا مسهل شبك نت على بتاع المركز. عامل نت على المركز. ضعيف جدا. ممكن نستخدم الباقة في نت عندك ده؟ انا ما عنديش باقة. لا ما كده مش هيشتغل. لا ليه؟ هيسحب في موبايل داتا عندك؟ بس ما يسحبش من رصيدك. لا 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 طب خلاص. لا استنى استنى افتح لك هوت سبوت. لا 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 استنى استنى. ايه في ايه يا دكتور؟ خش بس على ايمن. ايه في ايه في الموبايل ده؟ لا 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 ايه في الموبايل ده ماشي. خش على الواي فاي. بص عمل لوجن على طول عشان عاملين لوجن مي. بص بقى اول حاجه عايزين نظبط دي المنيو اللي على الشمال دي. تمام. طيب المنيو اللي على الشمال اللي قدام عينك دي احنا ظبطنا المره اللي فاتت دي صح. المنيو اللي على الشمال اللي قدام عينك دي نظبطها طبقا للابلكيشن بتاعك. اول حاجه المنيو دي متقسمه جزئين، جزء المنيو وجزء البار اللي فوق ده الاخضر ده. طيب نبدا بجزء البار اللي فوق الاخضر اهو. البار اللي فوق ده عندك هنا في اللي اوت اسمها ناف هيدر. فين اهي اهي الناف هيدر دي هنا تحط اللوجو بتاع الشركه لو انت عايز، لو انت عايز تحط اللوجو بتاع الشركه. طيب دي اول حاجه. اللي ورا دي لو عايز تحط باك جراوند او لون. الناس اللي هتشوفها كده تقول لك صوره، صوره خضراء. خدت بالك؟ طيب تعالى نمسك دي الاول اندرويد ستوديو نغيرها تكست عادي كلمه عاديه خالص اوتو لوكيشنز ودي كده تتشال. عايزين لو عايز تحط الميل حطه وات ايفر اللي انت عايزه. الصوره دي الميل بتاع الابلكيشن ولا الميل بتاع الاكونت بتاعه؟ لا هنتكلم دلوقتي على الميل بتاع الابلكيشن. كل الكلام ده استاتيك. لو عايز تتعامل معاه حاجه تانية دي بحاجه طريقه تانية. لو عايز تتعامل معاه ان اليوزر اللي داخل يكتب اسمه هنا عايزين دي. مش عايزين صورته بالمره. لا ينفع ايوه بس لازم يكون في الريجستر فيه ايمج. يعني لو كنت عاملها لا تنفع تتعمل عادي جدا. حاضر اعملها حبيبي. طيب الصوره خلاص هنسميها اي ام جي بروفايل. اللي ورا دي بقى اللي ورا اللون الاخضر ده لو بصيت هنا كده هتلاقي عندك باك ايه. فين باك جراوند؟ اهي درو ايبل سايد ناف بار صح. قدامك طريقتين. الطريقه الاولى انك ممكن تيجي في الباك جراوند وتروح. طبعا انت اول حاجه جت في دماغك انها صوره مبدئيا، يعني تروح جاي كده وتحط اللوجو بتاع الشركة بتاعت حضرتك من ورا كده لو عايز. لو عايز تمام. طيب في ناس تقول لك مش عايز احط صورة كده خلاص رجعها سايد ناف بار. يعني جوجل بلاي حاطط صورة الالوان الكتيرة دي اخضر في ازرق مش عارف ايه صح. طيب في طريقة تانية قال لك تخش على الدرو ايبل سايد ناف بار. فين اهي طلعت مش صورة، ده تدرج الوان. تدرج الوان مش صوره. اللي قدام حضرتك ده طلع مش صوره. انت تعمل لي بصمه يا دكتور بقى من هنا ورايا.
تمام. طلع اللي فوق ده تدرج الوان مش صوره. طب نعمل ايه ازاي؟ قال لك شايف لو بصيت حضرتك هنا كده سنتر كولر اللون اللي ايه في النص ده السنتر كولر، اللون الاند كولر اللي فوق ده الستارت كولر اللون ده تمام. طيب ايه حجم التدرج؟ تلاقي ايه بزاويه التدرج. طيب هنا عايز تغير لون اهو، اي اللون اللي انت ايه عايزه. تدرج الوان كمان، واكيد طبعا التدرج الالوان مماثله يعني، وده فاتح قوي وتسيف، وتروح تقفل السايد الناف هيدر وتفتحه مره تانيه عشان ياخد الايه الشغل الجديد. تمام. كيس دم في وشك، انت بالك انت بقى تدرج ايه الالوان. انا شايف بصراحه الباك جراوند احلى اه، بس طبعا ايه براحتك. حلوة جدا كده شكل العربية في الوش حلو، خدت بالك؟ بالظبط كلام مش هيظهر علشان كلمة فاميلي اوتو بس، مش عشان حاجة. اما لو هي لو اللوجو ممكن بقى تعمل لها ايه؟ مش كروب، تروح واخد باك جراوند تعمل باك جراوند لمين؟ للكلمه ذات نفسها. طبعا احنا هنلغي الميل ده خلاص، التكست ده كده تعمل له باك جراوند كلر مثلا. مثلا ما هو ده اللي هيحصل، ده حقيقه. يا اما تعمل ايه بقى؟ ممكن نروح الصوره تخليها صوره عربيه بس من غير اسم الابلكيشن. اه بس بس طبعا كده ايوه هو زي اللي قاله كريم فعلا صح. نحط ابيض عليها، حط بار ابيض على المساحه. لا تمسك دي كده بس، انا خدتها كوبي واسميها لوجو 2 زي ما هي كده. ما تصغرهاش عشان عندها برضه فيها شرايط كده، بس ده ستريتش كده. ايوه بالظبط ماشي من غير كلام بقى، مش شرط. وهنا انا هخليه بالاسود عادي. هات الخلفيه مره تانية. اه احنا عايزين بقى اللوجو 2 الكلام بقى يبقى بالاسود. طيب تكست كولر بلاك وخليه ستايل بولد. عايزين ده في حاجه؟ ملوش 30 لازمه ليه، هنحط اسمه وخلاص. ايه؟ احنا هنجيبه، هي شكلها لينير فهنخليها ايه؟ ريلاتيف عشان اقدر عملتها؟ ما انت تعملها بقى وتقول لي عليها. لا لسه هقعد معاهم من 4. هي الصورة دي واخدة اه من واضح، واخده بادنج توب اهي وميرجن ستارت.
تمام. ايه لا ما هي كونتنت ديسكريبشن نيرف هيدر ودي ملهاش علاقة. هما دول أهم حاجة. يا ليه مش عايز يعني برضو يمكن علشان دي ده ايه هي إيه مش كونسترينت اساسا ليه اوت ايه؟ هو ملوش علاقة يعني هو ليه بي تحت دي؟ ما احنا لغيناه برضه لغيناه بس هو برضه مصر انه يرمي فوق. اللي هي كونسترينت نقعد ساعة بقى في حتة ملهاش أي 30 لازمة بس ماشي. طيب دي أول حاجة إزاي التعامل معاهم هنشوف دلوقتي. احنا بقى كان كل قصتنا ايه؟ ان حضرتك كده الشكل اللي فوق خلاص اتغير. الجزء اللي تحت ده بقى هنا اهو في المنيو الاكتيفيتي منيو يوزر. اول حاجة يعني في ناس بتقول لك الهوم عايز ترجع تاني ايه؟ لأول واحدة. تاني حاجة اي ايتم من دول ليه اي دي وايكون وتايتل. اي دي يعني اسمه التايتل. الايكون اللي هو اللي ظاهر على شمالك دي ولازم تبقى بالابيض والاسود تمام ما بتظهرش بالالوان. بعد كده عندك النافيجيشن درور ليست اللي هو قصد التايتل اللي هو العنوان اللي مكتوب تمام. اي ايكون من بره بس تكون بلاك اند وايت تمام. الهوم بعد كده عايزين تخلوها ايه؟ الكارز دي بقى حسب تصنيف الابلكيشن بقى. احنا هنقسمها ايه؟ العربيات عندنا ايه تاني؟ تروح ترايح بقى كده تروح حضرتك رايح كده للابلكيشن بتاعك وتفتح لنا الاي ار دي بتاعتك تمام. المزادات برضو عايز احط المزاد الاوكيشنز وايه تاني كده على الغيار سبير بارتس. ايه تاني؟ الجزء 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 اللي تحت ده الجزء اللي تحت ده ممكن نخليه هنا ماي بروفايل وده لوك اوت مره ثانيه بدل الايه يعني هما الاثنين واحد يعني. وفي ممكن تقول لي سند كومبلين شكوى بعد شكوى سيتنج ليه؟ لا ما هي ماي بروفايل ماي بروفايل ايه؟
بس احنا مش عاملين مراكز صيانة. ممكن بدل دي تحط اور برانشز. لا هو اللي هو بيجي يشيك لو هيعرض عربيته عندي. ماشي ما يجي ما هي اور برانشز بقى يجي فروعي. بس انا مش عامل مركز صيانة. يعني انا فكرتك بالظبط. هو بقى يعرف فروعي. انا فاهم دي اول بداية تبقى ماب دي بقى. تمام؟ طيب نغير اساميهم. عشان لما تيجي تستخدمها في البرمجة. هوم. كارز. الاوكيشن. هنقفل التكييف شوية يا جماعة. السبير بارتس. بروفايل. البرانشز. تمام؟ نبقى بفمدل في التكييف. ما تفيد يا اسراء برونية في التكييف. انت عاملة من بنها ما تفيد الجو ساعة. ده انا لابس جاكيت والجو ساعة. والورا ده ما في الحساس الاحساس خلاص بقى. انت ازاي ما بتحس ازاي؟ خلاص نثبت الريش. نثبتها الناحية دي. يعني انت سعانين. مش معنى ده مش سعان. وانت في نفس اللاين اهو. مش معنى انت بالصف ده مش سعانين. مفيش احساس العدم. لا قدام. يعني انت حران دلوقتي؟ لا اكيد دلوقتي لسه. والله الجو ساعة يا جماعة. تمام؟ عملنا بروفايله. نيجي بعد كده. هتلاقي حضرتك لو عملت بيلد كده. ريبيلد. هتلاقي هيضرب في كل لا مش هعمل دلوقتي لسه. الغي السكيورتي ده يا دكتور. الموبايل ده تسيبه لنا بقى هنا ما تقعدش. اول ما نعمل بيلد ريبيلد هتلاقي هيضرب في مين؟ في كل اسماء اللي انا غيرتها من شويه. هيضرب دلوقتي. افتح ملف الجافا من يوزر. هتلاقي يضرب في شويه دول دلوقتي. ريبيلد ريبيلد دي اصلا بتعمل بتشيك على لو في خطا في الابلكيشن. راجل ده احنا 24 ساعه بنقول على الجروب بيلد ريبيلد بنعملها بس تتشيك لو في خطا على ابلكيشن بيز بتاع كده بقى. تمام. وبيعمل بيلد اي بي كي تاني. يعني بيعمل جنريت ملف اي بي كي. بص اهو ضرب. لو بصيت قال لك عندي ولا لا حاجه اسمها كاميرا ولا جرر ولا سلايد شو ولا مانج. قول له انا غيرتهم كلهم. الكاميرا غيرتها لهو. الجاليري غيرتها لكارز. السلايد شو غيرتها لمين؟ السبير بارت اللي هفتكره بقى. وهنا اللي هفتكره مش مشكلة. مش بالترتيب خالص. بروفايل. وهنا البرانشز. لما تدوس على الهوم يعمل ايه؟ هي دي الفكرة. لما تدوس على الكار يعمل ايه؟ هي دي الفكرة. تمام؟ طيب. سايب. لما يدوس على ماي بروفايل مش يفتح صفحة الماي بروفايل؟ صح؟ تعمل رايت كليك. نيو اكتيفيتي جاليري. تمام؟ طبعا الشاشة اللي هتعملها حضرتك دي لما دوس على ماي بروفايل كده تظهر ماي بروفايل ومعاها برضو المنيو دي ولا لا؟ صح ولا غلط؟ دايما المنيو دي معايا في كله بدل ما كل شوية اقعد ايه؟ ارجع. صح ولا غلط؟ يعني تخيل معايا كده دوست على ماي بروفايل ظهرت لك. عايز ارجع للكار لازم ادوس باك ولا افتح من هنا والاقي كار؟ فاهمين اقصد ايه؟ يبقى المنيو دي معايا ثابته دايما في كل الصفحات اللي انا عملتهم اللي الاربعه والاثنين سته. تمام الاساسيه. خدت بالك؟ طب بمعنى كده هصمم المنيو دي ست مرات؟ قال لك لا. بتصممها كم مره؟ مره وتخليها كل الشاشات اللي تتعمل تنهرت منها تورث منها. بس التوريث المره دي مش توريث برمجه. زي ما لا ده توريث ديزاين. تمام؟ الكلام ده يتعمل ازاي؟ فاهمين انا عايز اعمل الاول المنيو كلهم تبقى موجوده في الكل. يا تبنيها ست مرات ومحدش هيقول لك حاجه. بس طبعا لما تيجي تغير هتغير ست مرات. طب وليه؟ لا تخلي واحده بيزكس والباقي كله قايم عليها وده الافضل. تمام؟ طيب حاجه ثانيه. شايف الصوره هنا دايره ازاي؟ زي الواتساب. تعملها ازاي؟ اقول لك حاجه. ليها حاجه ليها اداه. طب انا تمام. اكتيفيتي جاليري
هنزل بقى ماي بروفايل اهي بدي هي هي برضه نيكست بس هيسميها ماي بروفايل فينيش. هيقول لي في بعض الملفات موجوده من الشاشه اللي قبلي مش هنزلها تاني. اقول له ما تنزلهاش بروسيد اني واي يعني اشتغل ومالكش دعوه. تمام. في بعض الملفات موجوده زي شفتوا البار اللي فوق ده الاخضر هتلاقيه هو موجود. تمام. طيب تعال بس نفتحها الاول. المفروض هنا عقبال لما يحمل في المين يوزر لما يدوس على ماي بروفايل يفتح مين الصفحه اللي انت عملتها صح. تعال نكتب الكود ستارت اكتيفيتي نيو انتر. تمام. هيتنقل من شاشه المين يوزر دوت زيس هيروح لشاشه البرو ماي بروفايل دوت كلاس ونجرب. هلو اوكي. تعرف اوبجكت من كونتكست وتقول له سيت كار سيت باك جراوند كار بس في الويب اكتر الكلام ده. كونتكست ديت اللي هي ايه الشاشه اللي انت فيها. انت نسيت كل حاجه انت واضح. لا حاجات قلتها بركت في المحاضره بتاعت الكلاس دي. طب هو هيختار منين انا هدي له ايه الباليت اللي هو مش هدور منه هو نعمل له سبينر بقى لو عايز. لكن الشاشه بتاعت الكلر بتاعت جوجل لا لا انا ممكن احط له اربع خمس الوان يختار في الويب بقى بنعمل حاجه كده خليه يطلع له باليت الوان يختار عشان انت شغال على بي سي ده بتكلم على ده ومش موجوده يا دكتور محدش بيعملها يعني مش اليوزر فاضي يقعد يغير. لا في ناس انت عارف المراكز مين انت تخش بالابلكيشن بتاعك بقى مسابقات مش خص قطاع الصحه اهو. لا اكيد مدين وقت قوي يعني ايه هي عايزه فكره هي اللي هيبهرهم فكره بس هو الشغل الف مين هيعرف يعمل شغل فاهمني الف مين هيعرف يعمل ابلكيشن انت تخترع له وهو بيقول لك الابتكار انت تبتكر له بفكره في قطاع الصحه تخدمه انت تبتكر له فكره في قطاع كذا تخدمه هي اللعبه في الفكره من بكره تنزل سوق الجي تنزل سوق الهرم من هو بشارع الهرم يجيب لك مليون الف مبرمج اندرويد بس الفكره اللي بتتعمل. بص بقى كده هنا صورة كبيرة او رمت فوق عايزة صغيرة ايه كان موجود اتش تي سي ما انا نسيت. بص اهو بس طبعا هنا الصورة دي كبيرة جدا عايزة تصغر عايزة تقل دي اول حاجه ادي الحاجات دي اخش على ماي بروفايل كده بص فتح ماي بروفايل بص كده مش واخد ايه شغلنا انا عايزه بقى ياخد نفس اللي ايه الشغل اللي هولاني تعملها ازاي دي بقى تفهمين الفكره الاول. طيب الصورة اسمها ماي بروفايل خلاص دكتور سيبها شوية عند حضرتك كل اكتيفيتي بتنزل معاها شوية حاجات البار اللي هو ده الهيدر الأول اللي احنا لسه واخدينها. تمام. ونصغر الصورة عشان كبرت قوي خليها 75 بالمرة عشان ايه ما ننساش. ماشي. بعد كده عندنا الأب بار. الأب بار كل قصته ازاي تعمل اللون اللي فوق ده الابار كل قصته اللون ده لو انت عايز تغيره بنعمله باك جراوند بس لما نقفل الابلكيشن ونفتحه اهو هو عامل حتى باك جراوند اهو شايف دي اللون بس ادي الباك جراوند اللون بس عايز تحط لون الاحمر لونه ايه
احنا عملنا ايه احمر؟ عملنا في السايد ناف بار صح؟ اجيب اللون الاحمر وتروح خدت بالك؟ كده الاب بار هيبقى احمر. تيجي بعد كده نفس الكلام في الاب بار بتاع البروفايل، عايز بقى اربطه بالشاشه الاولانيه. احذف ثلاث ملفات من شاشه البروفايل، احذف ثلاث ملفات من المنيو، ملفين دول بتوع ايه؟ دول الدرور المنيو اللي على الشمال والمنيو اللي فوق اللي كانت سيتنج اللي غيرناها لوك اوت وارابيك وانجلش، تمام كده. ومن اللي اوت ملف اسمه ناف هيدر. الناف هيدر بتاع ايه؟ بتاع ما... بتاع لا الناف هيدر بتاع البروفايل بتاع ايه بقى؟ الناف هيدر الجزء اللي كان الاخضر اللي هو كان ايه؟ تدرج الوان، وتقول له مع السلامه وتروح دايس اوكي. تمام. قال لي في بعض الملفات مستخدمه اللي انت بتحذفه ده، خد بالك ده من الملفات انت بتحذفها مستخدمه هيطلع لك ايرور. تمام. دي حركه حلوه عندهم بصراحه، يعني بينبهك الملفات اللي انت حذفها دي في اكواد معتمده عليها ومستخدمين اسماء الملفات دي، هيضرب منك قول له مالكش دعوه ديليت اني واي. حذفهم بيلد ريبيلد، بيلد ريبيلد. طلع ايرور، وده احنا عارفينه انه هيطلع ايرور. قال لك اول حاجه تدوس كليكتين عليه، ما عنديش حاجه اسمها ناف هيدر ماي بروفايل. قول له ما انا عارف حذفتها واربطها بناف هيدر مين. ما عنديش حاجه اسمها اكتيفيتي ماي بروفايل، عارفين حذفناها واربطها بالاكتيفيتي مين. تمام كده. بيلد ريبيلد تاني كده، انا بربط الايه؟ ملفات الشاشه الاصليه الرئيسيه بمين؟ بالاكتيفيتي ماي بروفايل. هيطلع ايرور تاني، هيقول لك اهو. طبعا هنا لا ده ايرور ما كانش مستنيين ده، عشان بس نسينا نحط ايه؟ دي بي، يعني مش تبعنا خالص. بيلد ريبيلد يعني ده مش هيظهر لك، احنا بس لما عملنا تغيير الصوره نسينا نحط دي بي. قال لك ما عنديش حاجه اسمها ماي بروفايل، دي بانهي منيو؟ اردوت منيو، منيو اللي فوق اللي فيها سيتنج اللي احنا غيرناها باين لايه؟ لا كان اسمها مين يوزر، هي اسمها اهي. انزل بقى تحت شويه، ما عنديش حاجه اسمها اكشن سيتنج. قول له الاكشن سيتنج دي اساسا خليناها، وغير كده ضفنا عليها ايه؟ الارابيك ومين. يبقى انا اخد الكود ده كله عشان هو هو. بس طبعا هنا هيتنقل منين؟ ممكن تريح نفسك وتعمل كده. زيس يعني ايه؟ الشاشة اللي انت فيها وخلاص. وطبعا هنا المتغير بتاع مين؟ بتاع اللغة. اهو. طب هو الايرور ده ما ظهرش معانا المرة اللي فاتت ليه؟ فين؟ بتاع السيتنج ده. ما احنا غيرناه المرة اللي فاتت. ماشي، هو احنا المرة اللي فاتت عملنا صفحة تورس من صفحة؟ لا. فاهمني؟ هتنزل تحت بقى، قال لك ما عنديش دول، تاخدهم نفس الاكواد بتاعت الكاميرا والجاليري اهو. تعمل ران ايه؟ لا ما هي لو انت واقف في ماي بروفايل ودوست على ماي بروفايل تفتح حال، ما هو في ناس بتبقى واقفه على الشاشه الرئيسيه وتروح دايسه على الهوم وهي في الرئيسيه صح؟ في مواقع عشان بيتاكد انها اتحملت، في ناس بتعمل كده.
انت خلص اللوجن وريجستر برمجه 100 100 واشتغلت كمان لما تقولش عشان الناس ما تحسدكش. بص كده اول حاجه اللاين الاحمر ده البار الاحمر ماي بروفايل. ولا دوست ماي بروفايل تمام. نفس المنيو اهي مفيهاش اي حاجه لو خد بالك. يبقى انت كده ايه خدت اعمال توريث للايه الشغل بتاعك. طبعا هنا الصوره دي رخمه عايزه تيجي على الشمال ممكن نظبطها في الايديت عشان ايه نظبطها. عايزين بقى هنا ماي بروفايل نشتغلها. طب انت عايز تغير دي بدل ماي بروفايل اكتيفيتي دي تخش على المانيفست وتنزل تحت هي ليها ليبل اهي شيله واكتب ماي بروفايل بس. المين يوزر برضو ليها ليبل اهو شيله. شوف عايزين تسموه ايه اوكيشنز بار ايه. لا ما يشوف يعني قلت لي باسم الابلكيشن برضه هو مش وحش ماشي. يبقى الشاشه الرئيسيه مش ازعل جنبها ثلاث نقط كده تمام. نبدا بقى نشوف الشاشه الرئيسيه دي فيها ايه. الشاشه الرئيسيه دي نفتح بقى الدرو ايبر كده عندك فين الكونتنت ماي بروفايل اهي تصميمك جوه الكونتنت وليس الاكتيفيتي ماي بروفايل. دايما تصميم الصفحه كل ملف نازل ليه بص واحد اثنين ثلاثه كل ملف. احنا شايلين كام؟ ثلاثه يعني كل ملف كان نازل له سته. شغلك كله في التصميم في الكونتنت. عايز تشيل دي ليها لازمه؟ ملهاش لازمه. هتلاقيها في الاكتيفيتي بتاعه الماي بروفايل فين اهي. فاكرين دي كان اسمها ايه؟ عايز ترد رد اللي بيتمرن عايز يرد رد ايه؟ الكونتنت اهي. طب سيب بقى هنقفل الابلكيشن بتاعه من تاني. الكونتنت ماي بروفايل عايزين نشيل دي اسمها فلوتنج اكشن ايه باتون. هتلاقي هنا دور عليها في اكتيفيتي ماي بروفايل او الاب بار ماي بروفايل. دي اهي دي دلتها تمام. لما دلتها ما تنساش من ملف الجافا بتاع الماي بروفايل تحذف كودها عشان ما تضربش اهي. تحذف كودها لو سبتها هيضرب هيدور على اكشن اسمه فيب ومش هيلاقيه تمام. طيب تعالى بقى هنا في الاكتيفيتي او الكونتنت بتاع ماي بروفايل نفس صفحه الريجستر بالظبط تمام. ممكن تروح واخدها كوبي بس طبعا تمدينا مشاكل بس ما علينا ربنا يستر. ماي بروفايل اول ما يفتح يلاقي الفايل يلاقي الداتا بتاعته لو عايز يعدل بياناته تمام. مكتوبه مش معموله تكست فيو مش بتبقى جايه. لا لا هنعمل له انيبل افصل اوقف ان هو يعدل جواه. لما يحب يعمل ايه الحاجات اللي ينفع يعمل ايه ايديت خلاص عادي كمان مش هفصله صحيح. انا مش هفصل غير اليوزر نيم الحاجه التي لا يجوز تعديلها هي دي اللي هي ملهاش ايه ان انا اعدل فيها. بص هنا كده لا اليوزر نيم لا ده البرايمري فيه هو ده اللي هيتعدل على اساسه. ايه لا بس دايما الحاجات المميزه بناء عليه ما بتتغيرش. لو انت عامل له اي دي ممكن تغير اليوزر مين اللي في اي مكان فين لو هو عامل له اي دي ممكن يغير يعني لو كنت انت البرايمري بتاعك يوزر اي دي أوه. اما البرايمري بتاعك انت يوزر نيم مستحيل يتغير.
ده انت بتغير بناء عليه. بقول له غير لي الداتا ديت على الاسم اللي اسمه بشوي 2018. لما تعدل بقى بشوي 2018 لا مش عارف. لو كنت الكلام ده عامل البرامج بتاعك يوزر اي دي وليس يوزر نيم، وخلي اليوزر اي دي عد اوتوماتيك وهو يغير براحته بقى في اليوزر نيم يغير براحته بقى. لو كنت عامل يوزر اي دي فاهم، مش هيشوف اصلا اليوزر مش هيشوف. زي الفيسبوك، الفيسبوك عامل لو دخلت على صفحتك كله هتلاقي عندك اي ديات حسب الصفحه والجروبات اي ديات كله شغال. ايه ما عندوش يوزر نيم، خليها يوزر اي دي برايمري فاهم. لو عايز تعمل حركه تعالى بقى هندلت ده، بس طبعا نوقف ايه دي كده، ده مش محتاجينه في الابديت ولا ايه؟ مش عايزينه في حاجه خالص. لا يتلغي، ماشي تمام يتلغي. هنعمل بيه ايه؟ في حاجه لما اجي اغير الباسورد مش موجود يكتبه ولا حاجه برضه ممكن نعملها ايه؟ زي العين كده سيف. ممكن انت بقى هنا نجيب بار ونحطه الايه ماي بروفايل، بس طبعا هي الاسماء دي هتتغير على فكره عشان الاسماء دي هي نفس الاسماء بتاعت مين؟ بتاعت الريجستر، واحنا قلنا ما ينفعش تكرار. ايه طبعا طبعا نشوف ماي بروفايل بانر كده، اي صوره كده تعبر عن ماي بروفايل دي. لا بس شكلها شكل زرار اهي دي، شايف شكلها شكل زرار فعشان كده. استنى عم اسمعني ايه دي؟ لا تحت السودة دي على اليمين، السودة على اليمين تحت كم؟ دي؟ سودة؟ ماشي أيوة. سيف مش فرق. ممكن الصورة اللي واقفة بتاع ماي بروفايل تخليها الباك جراوند بتاع ماي بروفايل. الصورة ايه؟ واقفة بتاع البروفايل بتاعته الباك جراوند، تبقى هي باك جراوند الصورة بتاعته هو؟ اه ينفع ولا الهو ولا حصل ولا الهو. هننزل ايمج فيو هنا بانر صعبة جدا بصراحة، بس ما عليك. الهايت بتاعها طبعا الصوره ذات نفسها لو هي اللي كبيره هتبقى احلى. ايه ما هي معموله ما هي حتى لو عملتها ماتش بيرنت ما هي معموله اهي، بس الصوره ذات نفسها هي اللي ايه هي بالظبط مش ماشيه مع بعضها في الحقيقه. لو اما تعملها كده بقى لو عايز بقى لا ستريتش باش ايه ممكن نعمل ستريتش هنا خدت بالك بس كده هي ليه مش ليه واخده حته بيضه. عايزه تشوف المقاس ده كام مع كام وتظبطها فاهمني. سيبها كده تعالى بقى دول يتسموا تاني. لما تكون واخد حاجه كوبي اوعى تسميها من هنا. دول انا واخدهم كوبي منين؟ من ريجستر. لو غيرتها من هنا هتغير هناك وتضرب لك شاشه ريجستر. كان هنا هيغير في كله كل حاجه ليها الاسم ده؟ اه طالما واخدها كوبي.
انت بتعمل ايه؟ تخش تغيرها منين؟ ولما تغيرها من الكود هتضرب. ليه؟ عشان في حاجات قايمه على مين؟ على التكست يوزر في نفس الشاشه. فاكرين لما كنا بنغير وندوس انت بيقول لك رساله وكنا بندوس يس؟ فاكرين؟ فطبعا انت تغيرها بايدك. فاهم اقصد ايه؟ يعني هنا يوزر بروفايل. عادي هتلاقي هنا في ايه ده؟ فين فايند؟ اهي فايند تجيب عادي. تمام؟ وهنا باسورد بروفايل، وهنا نيم بروفايل، فون بروفايل، ايميل بروفايل، والادرس بروفايل. بس ما عملتها سبينر بروفايل. الزرار ده بقى ابديت. تمام؟ والايمج دي بتاعت ايه؟ ده دي اللي فوق. فون احنا ما عملناهوش. لا فون عملنا بروفايل. تعالى بقى اطلع بقى من كده. هنا الباسورد معتمد على مين؟ مش معتمد على حد لحد دلوقتي، ملهاش تكست معاها. طب الماي نيم بروفايل احنا كده كده فكنا دي صح؟ لما دوسنا هنا فكناها. نعملها تاني بتقول بقى الفون، بتقول ايه يا بشوي؟ الفون نيم عملتها. دوس بقى هنا كده كده خلاص. وده كده تخليها ايه؟ ابديت بروفايل او ابديت بس عشان مش هتفرق. طبعا هنا الدنيا ممكن ايه تظبطها تاني. تمام؟ نبرمج بقى. بتقول ايه؟ هيظهر بس مش هينفع يتعدل، فهقفله من هنا من ضمن بيانات البروفايل. بس هاجي عند انيبل وافصله، اشيل علامة الصحة خالص، تشال دلوقتي. يبقى كده ما ينفعش انه يتعدل. او ممكن اعملها تكست فيو بقى. او تكست فيو. تمام؟ بس يعني عشان احتفظ بالشكل اللي بتاعي ده، انا معتاد عليه. تعالى بقى اول ما يفتح نجيب بيانات مين؟ اليوزر اللي عمل لوجن. تمام؟ وقف بقى الفيديو ده عشان ايه؟